هل في فيلم جديد لشاروخان؟ بعد غياب طويل عن بوليود، شاروخان راح يعود بفيلم جديد تحت عنوان بطن، واللي بيشاركوا فيه البطولة ديبيكا بادوكون وجون أبراهام، ومن المقرر صدوره في يناير 2023. وبيقال إنه ميزانية هالفيلم بتقدر بحوالي 32 مليون دولار، وراح يكون فيه كمان سلمان خان اللي بيشارك كضيف شرف في فيلم شاروخان. وكمان سلمان راح يصدر له الجزء الثالث لفيلم تايجر في أبريل 2023، وبيقال إنه ميزانية هالفيلم قدرت بحوالي 29 مليون دولار. وبالمناسبة لا تنسوا الاستمتاع بأفلام العيد على MBC بوليود، ورح يتم عرض فيلم ريشي كابور بدل كي بنجابي شادي يوم الأحد 10 يوليو على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، وفيلم غوست يوم الاثنين 11 يوليو على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. كالعادة اتركوا كل أسئلتكم في التعليقات على صفحة MBC بوليود على فيسبوك، ولا تنسوا لايك واشتركوا في القناة.